عليكم، ازيك يا حبيبي عالمين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي صحة وسلامة وسعادة. النهاردة أول يوم جيم زي ما انتم شايفين كده سامعين. النهاردة بصراحة يوم مش عادي، النهاردة يوم جميل كده، أول يوم جيم ليا. ها زي ما انتم شايفين الشنطة الجميلة بتاعت الجيم، هقول لكم فيها ايه لما أروح وأقول لكم أنا حاطة فيها ايه. وبجد بجد النهاردة أكن أول يوم دراسة، أول يوم حضانة، فرحانة جدا وانا رايحه كده. النشاط يا جماعه، النشاط النشاط النشاط. دلوقتي انا داخله غرفه الملابس اغير عشان نبتدي اول حاجه نعملها، وهحكي لكم ايه اللي حصل من الالف للياء. ابقوا معنا. لا لا، ده الجيم يا جماعه اول يوم. النهارده هنشرح كده، بصوا الجيم ده في دار المهندسين حلوان، دي اوضه الجيم، دي الساونا. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، واو. انا عايزه انط دلوقتي فيه. ده الجاكوزي، ودي اوضه الساونا. ده انا فيديو قصير كده، بعد كده هعمل فيديو كبير. بصوا يا جماعه هعمل لكم فيديو كبير ان شاء الله. بص يا جماعه الموضوع فرق معايا جامد. ده الجاكوزي ودي الساونا جنبيه. احنا اول حاجه دخلنا عليها المشايه، اول حاجه دخلنا عليها المشايه، مش عارفه اصور لكم جوه عشان الموسيقى. وبعد كده بعد المشايه لعبنا كتير بجد بجد بجد. انا خلاص مش قادره، بس يوم فرق معايا جامد بجد والله. دي قلت اللبس بقى، هغير اللبس وهنمشي وهوريكم انا حاطين ايه في الشنطه، والايام جايه كتير هصور لكم كل حاجه واحده واحده. ده كان يومنا النهارده وخلص في الجيم كده. يوم في العضلات الكبيره دي طلعت اول يوم. بجد 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 يا جماعه بتفرق معايا وفرقت معايا كتير كتير في الجيم النهارده. واليوم كان جميل جدا جدا جدا، ما تتخيلهوش خالص بجد. كنت هخسر كتير قوي لو ما اشتركتش في الجيم. بصوا في كافيتيريا وفي نادي صحي وفي حاجات حلوه ازاي، تمام. وده الجيم اللي انا باجيه بجد بجد بجد. ده في دار المهندسين، الفيو حلو قوي 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 على حمام السباحه زي ما وريتكم، وبصراحه وحاجه كده ولا في الخيال. هروح بقى وهوريكم ايه الشنطه بتاعه الجيم فيها ايه. واول يوم جيم، سنه اولى جيم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، هو ده الجيم يا جماعه. تعالوا وانتوا هتتبسطوا جدا جدا. اي حد عايز يعرف العروض، عايز يعرف اي حاجه، انا هقول له في الكومنتات. نروح بقى دلوقتي وهعمل لكم ريفيو عن الشنطه بتاعت الجيم الجميله ديت، وهقول لكم انا خدت فيها ايه، تمام. ابقوا معانا. الحلو يا جماعه بقى، انا وصلت البيت دلوقتي، دي المنطقه بتاعتي. الحلو في الموضوع بقى ان انا صحيت بدري، تمام، ونزلت بدري، رحت الجيم وجيت، وراحة دلوقتي السوق اجيب حاجتي بقى بنفسي، مش هستنى حد يجيب لي حاجة، اجيب حاجتي بنفسي. حلو حلو، النشاط حلو يا جماعة، وبجد بجد يعني مش عارفة اقول ايه. جربوا الموضوع ده هيعجبكم جدا جدا جدا، ومش هتندموا. احلى حاجه الصحه، لازم ندور عشان صحتنا يا جماعه تفضل زي ما هي، ما تتدهورش. انا دلوقتي رايحه السوق واجيب طلباتي بقى وهوريكم كل حاجه. ودلوقتي يا جماعه انا وصلت البيت الحمد لله بالسلامه. كان يوم مرهق بس حلو قوي 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 قوي، عشان لسه حاجه جديده كده عليكي، كان مجهود بالنسبه لي بصراحه، بس حلو قوي قوي قوي، تمام. رحت بقى على السوق زي ما انتم شايفين كده، كنتش جبت الازازه لسه بتاعت الجيم، وشنطه الجيم اهي هفضيها دلوقتي وهوريكم كل اللي فيها. الازايز برضو مهمه، وكل حاجه مهمه في الشنطه ديت،
تمام. جبت اكل صحي بقى، جبت فاصوليا خضراء وجبت كوسه وهعمل خضار سوتيه عشان الحاجات دي حلوه والخضار مفيد جدا جدا جدا. هي قالت لي لازم بقى نمشي على نظام غذائي صحي تمام، بس بجد فرقت معايا جدا 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 وما اقولكوش. اليوم كان لذيذ قوي قوي قوي. هو كان مرهق بالنسبه لي عشان صحيت بدري ورحت بدري واول مره اصحى بدري من فتره طويله. طبعا ده هيخليني نشاط وحيويه. ويلا بينا بقى هستريح شويه كده وهقعد بقى افصص لكم الشرطه بتاعه الجيم الجميله ديت، وايه اهم حاجه ممكن تاخديها معاكي اول يوم جيم، وايه الحاجات اللي المفروض تاخديها معاكي في الشنطه الجميله ديت. ابقوا معنا هريح شويه وهفضلكوا الشنطه وهفصصها لكم حته حته. دلوقتي بقى جينا معاكم وهنوريكم الحاجات اللي المفروض تاخدوها معاكم في الجيم وانتوا رايحين الجيم. النهارده اول يوم في الجيم وسنه اولى جيم، انا سميتها كده. طبعا عملت الاشتراك بالسنه يا جماعه عشان على ما اخد على الجو وكده ويعمل نتيجه، مش هيبقى شهر ولا اتنين ولا ثلاثه ولا ست شهور، لا انا عملت اشتراك سنوي تمام. اول حاجه بقى بصوا 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 اطلع لكم اول حاجه ايه دي، عشان المفروض نشرب ميه كتير قوي. المفروض يا جماعه نشرب ميه كتير قوي في الجيم. ازازه الميه بتاعتك الخاصه بيكي، الخاصه بيكي حلوه بيكي دي، الفوطه الخاصه بيكي، اي حاجه طبعا محدش هيستعمل حاجه حد، الخاصه بيكي تمام. ده بقى عشان الجاكوزي بقى والساونا وكده هتتحركي هناك، يعني بتاخدي حاجات كده خفيفه كده لازم نحطه في شنطه بلاستيك عشان لو مفروض ميه ولا حاجه. انا سريعا كده هقول لكم ده طبعا باخده عشان استعمله هناك تمام. كل الحاجات دي لازم تبقى خفيفه قوي يا جماعه، الحاجات ديت لازم تبقى خفيفه عشان الحركه. ده برضو حطاه في شنطه، يعني كل ما يكون حاجتك في شنطه احسن. ده بقى لو يعني الشنطه بتقيله ليه؟ عشان اليوم بتاع الجاكوزي، لو هتنزلي الجاكوزي يبقى تاخدي المايو بتاعك والحاجات الخاصه بيكي اللي هتغيري طبعا، لان انت هتنزلي وهتعملي ساونا وهتخشي المساج وكل الحاجات ديت موجوده في الشنطه ديت، هي دي اللي انتقلها الشنطه. لو مش هعمل اليوم ده حاجه، هو بيبقى يوم واحد في الاسبوع او عايزه يومين زي ما انت عايزه. لو مش هعمل حاجه يبقى الشنطه بتبقى خفيفه جدا زي ما انتم شايفين كده، الفوطه الكوتش الشوز الازازه الميه، هو ده اللي بيبقى موجود معاكي في الشنطه. طبعا مش باخد شنطه يد، السوسته اللي على جنب ديت في شنطه الجيم بيبقى فيها طبعا المحفظه بتاعتي اللي فيها الفلوس، فيها الفرشه الشعر، فيها توكه، فيها الحاجات الشخصيه بتاعتي اللي انا ممكن استعملها بعد الاستحمام او في الاستحمام، يعني ايه بتبقى بره كده. الموبايل، لان هي دي الشنطه اللي انا بروح بيها وفيها كل الحاجات بتاعت الجيم زي ما انتم شايفين كده. بس كده يا جماعه، يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده، والنهارده كان اول يوم جيم ليا استعملت كل الاجهزه. طبعا اول يوم مفيش مشكله ان انت تتعرفي على الاجهزه كلها، بس ده قدام مش هينفع، لازم اروح العب على جهاز واحد بس. النهارده لازم عشان اول يوم اشتغلت على كل الاجهزه عشان اشوف نفسي واشوف جسمي كده هيستقبل ايه وهيعمل ايه. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده في الفيديو الجميل دوت واول يوم جيم. طبعا يا جماعه ده هنعتبره مش 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 روتين بقى ولا جيم ولا تخسيس ولا اي حاجه، لا هنعتبره اسلوب حياه. اسلوب حياه بمعنى ايه؟ ان دي حياتي لازم اعيشها بالمنظر ده. سلام، يا رب تكونوا كده استفدتوا وسلام. زي ما بقول لكم كده انا جايه تعبانه ومرهقه جدا، بس اليوم خلص اصلا خلاص، وده حلو بالنسبه لي، انا فرحانه جدا جدا جدا. ولو في اي حاجه تاني واي جديد انا هقول لكم عليها. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه يوميات لولو اللهلوبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديو اخر ان شاء الله.